الله الرحمن الرحيم. اليوم كملنا رافع الفولتية، الحين بنشرح لكم على تفاصيله حتى ننزل لكم الفيديو كامل. احنا مكملين تشوفونه انا ورايا ايانا زين عيني. الرافع الفولتية طبعا قياس السلك مالته 14، القياس ماله بالمايكرو 2.000، كمية السلك اللي اكلها هذا يعني الاستيعاب كله 3 كيلوات وربع. ملف البدء اكل من عندنا كيلوين غرام، الملف الثانوي حسب الرفعات اللي تريدها، انا سويتها 4 رفعات اخذ من عندي كيلو وربع، يعني مجموعه 3 كيلوات وربع. عدد الرفعات سويتها 4، الرفع مالته تقريبا لغايه 120 فولت، الامبيريه مالته اعلى من ذاك الاول تقريبا بين 20 الى 30. اللف مالته اسهل من الاول لانه المجال اللي تفتر به كبير والحماوه اقل ان شاء الله. بالنسبه احنا تجربه علميه ماكو، يعني قياسات علميه ماكو نعترف بها، بس احنا نريد نحاول نساعد الناس لان الناس تاذت هوايه. هذا الرافع مسويه احد الاخوان اسمه قيصر، طالب المعلومات مالته صار سنتين يشتغل عنده هذا الرافع، حماوه ماكو ومشغل عليه حمل كلش هوايه، فتجربة ناجحة إن شاء الله، وأرجو أن تستفادوا من عندها وأشكركم.